السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم ان نقدم لكم هاد لي كوب كيك. كيجيو لذاذين كما كتشوفوا وكيجيو مقبقين، يعني السر باش يجيوكم بهذا الشكل هذا، تيجيو طالعين وتيديروا هذيك القبه اللي كتكون الفوق واللي كتبين على النجاح ديال لي كوب كيك، وكيجيو خفافين ولذاذين بمكون اللي غادي يعطيهم واحد اللذه عجيبه، وكيتحضروا في واحد الوقت قياسي، وغادي نعطيكم كذلك السر باش ينجحوا معكم. اذا تابعوني في هذا الفيديو وتابعوا، يعني شوفوا الفيديو كامله حتى الاخير باش غادي نشوفوا المقادير والطريقه ديال تحضير هذا الكوب كيك. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوا اللي امامكم هنا، غادي نحتاج 3 ديال البيضات، 2 ساشي ديال الخميره يعني 16 غرام، معلقه كبيره ديال الكاكاو، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، وهذا المشروب هذا اللي يمكن لكم تعوضوه بالحليب بالشوكولات، وعندي هنا كذلك الدقيق، يعني الشوكولات الحلو اللي كنديرو مع لان الكاكاو مر غادي تعوضوه بالحليب، والشوكولات بحال نيسكويك اللي كنديرو، يعني مشروب ديال الاطفال راه باين ولا كتاخذوا هذا اللي جاهز. اذا في اناء ان شاء الله غادي نبداو، بسم الله غادي ندير 3 ديال البيضات، ولا غادي ندير معاهم كاس ديال السكر، غنحتاجو هنا غير الضراب اليدوي، بما كيذوب ليا هذيك السنيده اللي درت مع البيض. هنا غادي نضيف نصف كاس ديال الزيت النباتيه، وكنستمر في الخفق او في التحريك، ثم كنبدا نضيف المكونات الاخرى. غادي نضيف هاد العلبه هذه ديال الشوكولاته بالحليب او حليب بالشوكولاته، الا ما توفرش عندكم غتعبروا الوزن ديالها ديال الحليب، وغادي تضيفوا كما قلت لكم الشوكولات نيسكويك او يعني الشوكولات حلو. هنا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الكاكاو، انا نسيت ما غربلتهاش ولكن ضروري انكم تغربلوها باش ما ديرش لكم هذوك الحبيبات. بالنسبه للي كوب كيك راه كيتوجدوا في واحد الوقت اللي هو قياسي جدا، كيطيبوا بسرعه. اذا هنا كنبقاو مستمرين حتى كنذوبوا هذاك الكاكاو كله، هو تيدخل لينا في هذاك الخليط. عاد غادي نضيفوا الدقيق كاس بكاس. بالنسبه للكميه ديال الدقيق راه رفدت لي 3 ديال الكؤوس بالضبط ديال العنبه، يعني كيبقى لكم دائما على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملتو، يمكن زعما تحتاجوا اقل، داكشي علاش خصكم تبقاو تضيفوا كاس بكاس حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي هو متماسك، خليط يكون شويه نوعا ما ثقيل على الخليط ديال الكيك. باش كتجيكم ديك القبه فيهم وما كيجيوش انا طافيين، لان كان خليط خفيف شويه غادي يجيو يلاه لحد في القد ديال دوك لي يعني ديال القوالب، وما غاديش يجيو منفوخين، غايجيو بحال دي ميني كيك وصافي. هنا مهم دفت الكاس الاول ونسى نحرك، عاد غادي نضيف الكاس الثاني، ضروري ما نغربلو الدقيق. المهم الفيديو راه واضح بالصور، انا كنبقاو نحركو حتى كيندمج لينا هذاك الدقيق، وحنا كنشوفو دائما كنخلطو وتنشوفو القوام باش توصلنا القوام اللي بغينا ولا مازال صافي. هنا من بعد ما كملت 3 ديال الكؤوس ديالي ديال الدقيق، جا العبار هو هذاك، يعني بقياس ديال الكاس ديال العنبه كما كتشوفوا الخليط كيجي شويه ثقيل على ديال الكيك. صافي هنا في الاخير عاد كنضيفوا 2 اكياس ديال الخميره وكنغربلوهم بطبيعه الحال، هنا كما كتشوفوا تيكون فيهم هاد الحبيبات هادو. اما بالنسبه لاول سر باش ينجحوا لكم هاد لي كوب كيك ديالكم، ان هاد العجين ضروري ما خصكم تخليوه يرتاح، ما ديروهش مباشره في الفرن. الفرن راني درت وسخنته من التحت ومن الفوق على 200 درجه، ولا كان عندكم الفرن ديال الغاز غديروا العافيه يعني متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف، والعافيه كما قلت لكم من الفوق ومن التحت في اول ما في مره واحده. صافي هنا من بعد ما كملت هاد الخلطه ديال هاد المكونات هذه، صافي غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح بما سخن ليا الفران، تقريبا ترتاح لينا غير واحد 10 دقائق. هنا غادي ناخد هاد القوالب وهذا الكاسيت هادو ديال سميتو غنديرهم في هاد القالب، وهنا فرغت
الحشوة ديالي، ماشي الحشوة، الخليط ديالي هدرتو في هاد لابوش باش غير كسهل عليا باش يجي، يعني الخدمة كتبقى نقية وما كيتزلعش ليا في الجوانب ديال هادوك القواليب. تنحاول نعمرهم، تنخليو غير شويه، ما تنعمرهمش حتى الفوق، يعني باش هذاك الخليط ما غاديش يتدفق لينا على الخارج ديال هذوك الكبيخطات اللي كنعمرو. صافي تنبقى مستمره هكذا كنكمل هذا الخليط اللي عندي. بالنسبه لهاد الكميه هذه راه كتخرج ما شاء الله، راه كتخرج واحد الكميه لا باس بها. صافي هنا من بعد ما عمرتهم، يا اما كنزوقوهم يعني بشوكولا فيرميسيل او لي بيبيتي اللي كانوا عندكم. انا هنا درت غير لوز كونكاسي، كان تبقى لي من واحد الكاطو قديتو اللي حطيت لكم الفيديو ديالو قبل من هذا، والتزيين كيبقى لكم الاختيار. صافي دابا غادي ندخلهم للفرن اللي قلت لكم مسخن ديجا من قبل ومشعول من التحت ومن الفوق، راه كيطيبوا دغيا غير وقفوا حداهم. تقريبا تاخذوا غير واحد 12 دقيقه حتى 14 دقيقه. بالنسبه للخليط اللي تبقى ليا تقريبا خرجت ليا 20 ديال لي كوب كيك. هنا كما كتشوفوا من بعد ما خرجتهم من الفران كيديروا هذيك القبه وكيتفلحوا من الفوق وتيجيو خفاف ومهويين. غادي نقسم لكم وحده واخا باقين سخانين، تيجيو متقبين من الداخل ومهويين كما كتشوفوا وتيجيو لذادين. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تكونوا استفدت منه ولا الاعجاب ديالكم. كنقول لكم شكرا على حسن المتابعه، وكنقول لكم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. خليت لكم الراحه، ما تنساوناش بالبارطاج وجيم. شكرا.